قضايا هتطارد عليكم اني بطلان القبض والتفتيش لبطلان اذن النيابة العامة لصدوره بعد القبض على المتهم. يعني يتقبض على المتهم الاول ويتحط في الحبس ويبدأ الضابط ياخد الاجراءات زي ما انا قلت لكم، يبدأ يعمل محضر التحريات وياخد اذن من النيابة وكل ده يبقى ورقيا، والمتهم اصلا موجود معاه من الساعة 6 الصبح. تعرفها ازاي؟ تعالوا نشوف نعرفها ازاي. محضر التحريات قال اتصل بي احد مرشدي السريين وابلغني ان فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة وانه يحوز كمية من المواد المخدرة بشخصه وفي مسكنه، وعليه سنتوجه للسيد المحقق لإصدار إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم. محضر ده الساعة 10 الصبح، يروح لوكيل النيابة هياخد إذن الساعة 12 الظهر نأذن للسيد المقدم فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وضبط ما يحوز من مواد مخدرة على أن ينفذ الإذن مرة واحدة خلال 3 أيام، تبدأ من ساعة وتاريخ الإذن على أن يحرر محضرا بالإجراءات. ده الساعة 12. الساعة 6 بالليل قال تنفيذا لإذن النيابة العامة الصادر لنا قمنا والقوة المرافقة لتنفيذ الإذن، وقال الكلام ده كله لما بيحقق مع المتهم. قال له انت اتقبض عليك امتى يا ابني؟ قال له اتقبض عليا يوم 1 الساعة 6 الصبح. قال له كان قدام مين؟ قال له كان قدام فلان وفلان وفلان. جابهم المحقق فشهدوا قالوا ايوه الساعة 6 الصبح جت الشرطة وقبضت عليه. يبقى القبض على المتهم كان صح ولا باطل؟ ليه؟ تمام كده، لأن القبض على المتهم تم دون أن يكون بيد الضابط إذن بالضبط والتفتيش، ولم تكن هناك حالة من حالات التلبس متوفرة في الجريمة، وبالتالي يقع القبض والتفتيش باطل وما ترتب عليهم من إجراءات باطل. إيه وما ترتب عليهم من إجراءات باطل؟ المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية بتقول إذا بطل إجراء من إجراءات الدعوة تبطل كافة الإجراءات والآثار والنتائج المترتبة على هذا الإجراء. دي مادة 336 إجراءات جنائية.